العيب مش في الفراولة، العيب في العيان اللي عنده حتتين لا بس فراولة. انا لما ادخل المستشفى او الصيدليه مش المفروض الاقي حاجه تمرضني او تعييني او تاذيني. جميل، حضرتك فانا داخله بسال حضرتك، المستشفى. حضرتك دلوقتي طبيب صيدلي، هل من وجهه نظر تمام حضرتك ان حاجتك تمام معقمه 100% في وجود هذه الحيوانات؟ طيب انا لا مش معقمه 100%، بس انا جاي لحضرتك الادويه نفسها، الادويه في علبها على الرف. تمام، انا عايز اقلب بس الفيديو، ولا حضرتك اخليكي كده، ولا ايه؟ مش عارف. لا زي ما تحب، زي ما انت عايز. هما نايمين دي أدوية على الأرفف ولا ايه؟ لا يا فندم، ده ادوات التجميل، الأدوية دي بقى فين؟ الشامبوهات. الأدوية بعيد بقى عن الادويه الناحيه دي، الادويه الناحيه دي يا فندم طيب، كده، الادويه هم ما بيخشوش الناحيه دي، الناحيه دي ده الكرسي كده، هو ما بيخشش الناحيه دي. هل بالنسبه للدخول، حضرتك بقى كصيدلي وانت بتمسك الدواء وتديله الدواء كده، مش بتبقى حاطط ايدك على كلب، بتبقى يعني فاهم قصدي؟ طب شوفي، عشان حته حاطط ايدي على كلب دي بالذات، انا اي حد بيخش حضرتك، دي الايه، دي ازازه الكحول ودي المناديل، واي حد بيخش بطهر ايدي. لو ما فيش الكلاب دي حضرتك، وفي عيان داخلي، تمام، العيان اللي دخل واداني الروشته دي، ده بشري، يعني حضرتك بشريه وهو بشري، فالامراض المشتركه بتتنقل في الفصيل الواحد. لو هو عنده اي مرض معدي واداني الروشته، وانا خدت منه الروشته واديتها لحضرتك الدواء، حضرتك مليون في الميه بعد الشر عنك هتعي. ليه؟ علشان انا مسكت الروشته اللي هو البني ادم لا اللي عنده انا نفس. عارفه ان حضرتك كده كده كصيدلي لازم تعقم بين عيان وعيان لا اكيد، يا فندم، ما بيحصلش، ما فيش ولا صيدليه ماليش دعوه بتعقم بين بيحصل او المريض بيحصلش، ده والمريض. الصح. لا هو ما بيحصلش، ده تمام، الصح. لكن عشان في كلاب عندي بيحصل. يعني انا عشان عندي كلب وحضرتك شايفاه، فاجباري عليا ان انا بعمل طب كده. انا مش هل ده اثر على حضرتك باي شكل من الاشكال في البيع مثلا او في تردد المرضى على حضرتك؟ اكيد يا فندم. وانت مش همك. لا هو مش حكايه، مش هاممني، انا شايف هدف اخراني. انا الكلاب في الاخر مش هتبقى جوه الصيدليه، تمام، يعني يعني ما هي جوه ثانيه الصيدليه. انا هقول لحضرتك. حضرتك حط بقى لا الفيديو زي ما كنا حاطينه وحضرتك كلمني. علشان اثبت، ثانيه واحده. هيك اثبت وانتوا شغلوا الفيديوهات التانية. اتفضل حضرتك. هل ده اثر على تردد المرضى على الصيدليه عند حضرتك؟ يا فندم، هو اثر على تردد المرضى، لان اصلا يعني في ناس بتخاف، في ناس خلاص، بتخاف من الكلاب. في ناس بتخاف من الكلاب، اوكي لا، بس وموجودين حوالينا في كل مكان، دي النسبه الاكبر. انا بقول لحضرتك انا كنت بخاف من الكلاب، لا انا قصدي فانا خفت. هو ده التحفظ الوحيد يعني لا هو مش ده التحفظ، ده بالنسبه لهنا التحفظ الوحيد. ما هو التحفظ بجد؟ الوحيد اللي بيدخلني، في ناس ما بتدخلش اصلا، فانا مش عارف رايهم ايه. لكن انا في الاخر انا بقول لحضرتك الكلاب في الصيدليه دلوقتي، تمام، لكن انا لو املك ان انا اوفر لهم مكان بره ثابت وكويس، ايوه واعرف اكلهم واشربهم فيه، ان هي الفكره كلها فاهمه ان حضرتك مضطر انك تعمل كده عشان تحميهم قصدك، لا مش صح؟ دلوقتي، يعني يعني هو شايف الاضطرار الواجب علينا كلنا ان احنا لازم ناكلهم ونشربهم، تمام؟ لا طبعا ده اوكي، لكن تمام، انا لما اكلهم وشربتهم انا كمحمد، هم جريوا ورايا فاستخبوا فيا، هم كده كده كلاب الشارع مش كلابي. فانا لو خدتهم مكان مقفول وقفلت عليهم وقلت دول بعيد عن الصيدليه وبعيد عن الدنيا كلها، بقت كلابي، وبقوا لو خرجوا ولا عملوا اي حاجه مع حد انا مسؤول عنه. لا انا شايف ان هم دلوقتي لا في انا التعامل يعني المباشر، انا قصدي هما ليه مش في التعامل المباشر. ليه مش في بيت حضرتك بدل الصيدلية؟ ايه يا فندم؟ ليه حضرتك ما تحميهمش في بيتك بدل الصيدلية؟ لا يا فندم، هم كلاب شارع مش كلاب صيدليه ولا كلاب بيت، هم كلاب شارع وحياتهم في الشارع وقرايب واصحاب وحبايب وبيلعبوا لا انا سوا قصدي طول وبيستمتعوا اليوم سوا. ده لو حضرتك عايز تخلي بالك منهم ويبقى مكان امن وكده، ليه ما يبقاش بيت حضرتك مش الصيدلية؟ وانا اخدهم في بيتي ليه حضرتك؟ ما تاخدهمش يعني عشان مع اي حد تاني عايز ياخدهم في بيته ياخدهم. لا انا ما هو الصيدلية برضو يعني خاصة لا بحضرتك، يا فندم، ما انت ممكن الصيدليه تقول طب انا ما ما ناس تانية دخلتهمش، تاخدهم في صيدلياتهم، مش انا نفس انا ما المنطق يعني. دخلتهمش يا فندم، انا ما دخلتهمش الصيدليه، هم اللي دخلوا ورايا الصيدليه، تمام. ولما بيجي حد بيقول لي طلعهم من الصيدليه، بقول له طلعهم. يعني لو في حد قال لي لا انا عايزك تطلعهم، بقول له طلعهم.
هما مش هيعملوا حاجة، لا هيعضوا حد ولا ما هيأذوا حد. طبيعي يا فندم، لو حضرتك بتأكلهم وتشربهم كأنهم هيبقوا بيدخلوا الصيدلية، بس فالحل ان انا ما يعني اكلهمش لا لا واشربهم. يعني دلوقتي لو في مثلا، هل مستشفى القصر العيني دلوقتي لو مثلا رجل الأمن أكل كلب يبقى مسموح للكلاب تدخل مستشفى القصر العيني تقعد مع المرضى مثلا؟ حضرتك فاكرة القضية بتاعت هش القطة؟ لما كان في قطة في العمليات ولا فين في المستشفى، ووزير الصحة قال انه هيجازي الدكاترة اللي موجودة في المستشفى علشان خاطر القطة اللي ما ينفعش تبقى موجودة في المستشفى موجودة في المستشفى. يا فندم حضرتك عين واحد يهش القطة، يا فندم انا ما عنديش حد يقف على يا الباب فندم، ما هو ده اللي ويقول بقوله للكلب لحضرتك. خش. حضرتك بتقول ان الكلاب دي موجوده في الشارع، ما نعرفش اذا كانت تم تطعيمها ام لا، ما نعرفش انا الامراض اللي بطعمها، انا عندها. بطعمها يا فندم، انا بطعمها يا فندم، مجهود مني وليس اجبار، تمام؟ مش ممكن يكون لكن هي كلاب كلهم، شارع. مش ممكن يكون ايه؟ بالظبط، هي موجوده في الشارع، ففي بكتيريا، في حشرات اكيد، في كده. هل تمام. يعني انا والبني قصدي، ادمين انا قصدي والبني حضرتك والبني السؤال، حضرتك شايف ان وجودهم في الصيدلية منطقي او مناسب؟ بس هو ده السؤال. لا يا فندم، هو وجودهم في الصيدلية عندي هنا حاليا إجبار بالنسبة لي، تمام؟ اجبار منهم هم. لواحد، لا إجبار واحد. ليه؟ لأن هما لو في الشارع، لو كلهم هما موجودين دلوقتي قدامي كده كده في الشارع، أنا قدام الصيدلية، أنا آسف، في صناديق بتاعة الزبالة، ولو حضرتك عارفة بالكلاب هتلاقي أكلهم الوحيد المتوفر في الشارع هي الصناديق بتاع القمامة اللي موجودة دي، صح؟ أي طيب هما مجموعة من الكلاب موجودة هناك. فالعدد الكبير ده كله موجود قدام الصيدليه، لو هم موجودين بره الصيدليه مفيش زبون هيجرؤ ان هو يخش، مفيش احتمال واحد في المليون امال لو جوه هيجرؤ ان هو يخش من كميه الكلاب اللي موجوده يعني انا عشان بره ادخل من اجيب جوه. دواء اعدي من فوق كل الكلاب دي عشان اخد لو دواء؟ هم موجودين جوه الصيدليه فانا اديت لحضرتك شويه بونص امان ان هم ما بيعملوش حاجه، طمنتك، لان انا بقيت فعلا مسؤول عنهم جوه الصيدليه. لكن بره حضرتك هتشوفي شوية كلاب كتير لما تعدي بص، بالعربية في القطار. انا اللي مستشفاه بصراحة من كلام حضرتك انك بتحبهم قوي، من واحد ما بتحبش الحيوانات او الكلاب لواحد بقيت في حالة عشق لدرجة انك جاي على، انا اسفة، يعني شغلك او اكل عيشك عشانهم، صح؟ ممكن نقول تمام كده؟ تمام يا فندم، دي انا عندي فيها امل انها مش علشان هم جوه الصيدليه، هم جوه الصيدليه دلوقتي يعني قصدي، عملوا اقول ان في مثلا على السوشيال ميديا اماكن كتير قوي دوجز ريسكيو، يعني ناس بتنقذ طيب الكلاب، الشباتر الشيلتر. الشيلترز. الشيلترز دي انا شايف ان هي سجن، تمام؟ سجن. لو هو الكلب، لو الكلب مش يعني، هي احنا بندعي الانسانيه في الشيلتر لو مش الكلب حاله خاصه محتاجه ان هو تبقى موجوده في شيلتر. انا بقول لحضرتك انا ايه هو من الشيلترز دي؟ ما بحبهمش خالص، على فكرة من ما بحبهمش الشيلترز خالص. دي فيها اماكن، فيها مزارع بيجروا فيها وكده، يعني جميل مش جميل اقفاص يعني. جميل جميل يا فندم. العدد اللي بياخدوه فوق الطبيعي بتاع المساحه،